النهارده دكتور هيثم بدران استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. جامعه عين شمس. ايه رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ هي الحقيقه كارديو اليكس كل سنه عن الثانيه بيتحسن، وكل سنه بيبقى ميتنج الاكسبكتيشنز، بيبقى يعني احسن من المتوقعين، وكل سنه التنظيم هايل طبعا. كميه من السبيكرز الاجانب والمصريين على اعلى مستوى، لايف ترانسميشن من مراكز جوه القاهره واسكندريه وبره مصر، هايل الحقيقه. تمام. حضرتك شايف مؤتمر كارديو اليكس ازاي بيساهم في ارتفاع الاداء الطبي للاطباء في مصر؟ الحقيقه كارديو اليكس بيعتبر من وجهه نظري يعني ان ما كانش احسن فهو من احسن المؤتمرات الطبيه في مصر وفي الشرق الاوسط. في خلال السنه بيجمع كل الابديتس، كل الحاجات الجديده في الطب، طب القلب يعني، في مصر وبره مصر، وبيقدمها للناس المصريين والاجانب بطريقه سلسه وكوندنسد، مكثفه في وقت قصير جدا. تمام. سمعنا عن حاجه اسمها منظف ضربات القلب، كنا عايزين نعرف امتى المريض يستخدم حاجه، يحتاج حاجه زي دي. الحقيقة منظمات القلب دي اختراع من حوالي من الستينات القرن الماضي يعني، ساهم في علاج ناس كتير جدا اللي بيعانوا من ضعف او بطء في توصيل الكهرباء في القلب. العيان بيجي باغماءات متكرره، اضطراب في ضربات القلب، نعمل له رسم قلب نلاقي عنده حاجه اسمها انقطاع في الضفيره الكهربائيه. الحقيقه ده ملوش علاج طبي غير تركيب منظمات ضربات القلب. تركيب منظمات القلب بيتم بنج موضعي في اوضه القسطره، فعملية بتاخد حوالي نص ساعه لساعه، وبعديها العيان بيمارس حياته الطبيعيه خالص اكن ما عندوش اي مشكله في الضفيره الكهربائيه. تمام. وبالنسبه لصدمات القلب الداخليه، صدمات القلب الداخليه اخطر شويه، هي بتتركب لحمايه القلب من التوقف المفاجئ. كاتيجوري معين او نوع معين من العيانين هو اللي بيحتاجها، اللي عنده ضعف شديد في عضله القلب او عنده حاجه اسمها زبزبه بطينيه. الزبزبه البطينيه دي خطيره شويه، انها بتوقف عضله القلب مره واحده. فتركيب الصادمات ده بيتم برده في اوضه القسطره بنج موضعي، في بروسيجر برده بتاخد حوالي نص ساعه لساعه، لكن هو اهميته ان هو بيحمي العضله من التوقف المفاجئ، لانه بيقدر يتعامل مع الضربات دي سواء بصدمات او بيعمل لها اوفر درايف بيسنج، ان هو بيعمل لها ضربات اسرع منها فبتوقف. ميرسي جدا لحضرتك دكتور، شكرا. اشوفكم السنه الجايه. ميرسي، شكرا.